الآن بعد انتقال إيقالوا من الشباب للهلال، وكلام يدور وأشياء أنه وش في بين الشباب والهلال وش اللي سواه البلطان والشباب صار تشليح للهلال، كلام كثير. لكن اللي نسى نبرد للتاريخ، فؤاد أنور، صالح الداود، فهد المهلل، الأسطى، عبد عطيف، نايف هزازي، وليد عبد الله، صالح صديق، عبد الله الخيبري، الصليهم، كلهم كانوا شبابيين وانتقلوا في فترات متفاوتة من الشباب للنصر. يعني في ديك الفترات احتراف ودعم مالي وقوة شرائية وسنسجل ونسجل ونسجل، والآن بعد انتقال اللاعب إيقالوا من الشباب للهلال خلف الأكمة ما خلفها وش اللي يصير، وفيه البعض يشكك على الكيف بالمزاج، حتى لو حاول البعض إيهام البعض في الوسط الرياضي في الشارع الرياضي بطريقة وأخرى، التاريخ كفيل بكشف الكثير من الموجودين في الوسط الرياضي.